كريم اخويا دير لي بلاصه حداك. لا بركه المساكين وجدنا والسرعه الخوت. لا ما عنديش كي ندير من تما، ما عنديش كيفاش نصلاه كنديرو نصلو تما. لا 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 تفضل انت الصحافه ما خليتوناش مزيان. الصحافه يدوز اخويا مر كلنا الصلح كلنا الصلح. هذيك الخايف يعني بمعنى كلنا الصلح. انا درت فيديو قبلتك يا بلاتك قبلتك يا بلاتك. لا 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 هاد بلاد 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 يا
اخوتي الله يرحم باك بلا كاميرا بلا كاميرا بلا كاميرا الحسوات متابعينا كتشوفوا معنا الروينه واقعه هنا امام محكمه الابتدائيه بمدينه فاس. مره اخرى اتساءل من المسؤول على هذا الشيء اللي واقع؟ شكون المسؤول على هذا الشيء اللي واقع؟ الله اعلم. السؤال في السؤال. اليوتيوبرز هنا بمدينة فاس. أي شوف. متابعينا كنتعمدوا اننا نهربوا لان كيدخلوا في شي نقاشات بيناتهم ما كنبغيوش نسمعوها باش ما نتحملوا المسؤوليه ديال حتى شي حاجه. شوما اخي باش يجي انسان يطلع في لايف يطلع انسان في لايف ويقول الا كان كلشي الناس كانوا تفرجوا في ديك لا فيديو قالوا كاريزما انا لحد الان ما نقدرش نخرج بديك الشيء اللي خرج به هو ليومنا هذا تجرع مال شكون اللي عطاك الحق انك تطلع وتحيد تليفونك وتتهمني مع القضاء بالفساد من انت شكون هاد الناس شكون أسرة مغربية أخي كنظن أنا كنت ما مفرجتش ما تجرأ أنه يخرج يطعن بالفساد بالقضاء يعني عين باين ويتهم القضاء بالفساد أنني أنا عندي يد مع القضاء أنني أنا كنفسد مع القضاء بهاد التاريجة هادي وأنني أنا غندخل للحبس عن طريق القضاء لأن يدي طويلة في القضاء من أنتم؟ السيد المعتقل من أنتم؟ اللايف الثاني دارو قال لك تدير أنا دايرة جوج محامين يعني هان حتى هيئة المحامين وقال لا هي دايرة جوج محامين دير 10 أنا غنضحك فيها الناس ومن بعد اشنو غيدير القضاء؟ يعني من شكون هو هذا السيد؟ شكون اللي عطاك هذه السلطه كلها؟ اذا الحمد لله على قانون بلد من نازيه درت الواجب ديالي هزيت المقاطع وصلتهم للناس المسؤولين وقاموا بالواجب. كنشكر القضاء المغربي النزيه الف شكر للقضاء النزيه الحمد لله ما كيضيع حق حتى واحد. شكرا لكم كاملين. بارك الله فيك اختي بارك الله فيك اختي. متابعينا كما سمعتم معنا هذه
هذه اليوتيوبرز اخرى اللي عطات الراي ديالها في خصوص هذه القضيه المعروضه على القضاء اللي هي قضيه ديال اليوتيوبرز. مازال كنتسائل كنقول من المسؤول على هذا الشيء اللي وقع هذا المحكمه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الروينه واقعه يعني هادو صحاب القنوات اللي جايين هنايا وما عرفناش هذا الشيء اللي وقع. شي كيضرب في شي كيتهم شي، حنا ما مع حتى شي طرف، حنا فقط كننقلوا لكم متابعينا شنو اللي واقع هنا امام المحكمه الابتدائيه مدينه فاس. فهذا الجانب هذا كانت السيده اللي كتهضر، الجانب الاخر صاحبه قناه حتى هي، الجانب الاخر كاين اليوتيوبرز المعروف يوسف الزروالي ومجموعه من اليوتيوبرز اخرين ايضا. ثم كتشوفوا معنا متابعينا شنو اللي واقع. بارك الله فيك. البنات خدامين بامهم بالعربيه، البنات خدامين بامهم، الا ما هضرش على امهم ما عادش. شنو بالك هاد الحريره سالي؟ سميرة هذا والله إلا المرأة اللي تتشد بنت تبقى وراء وتبينها، المرأة اللي تتكلس البنت تقول لها قولي أمك عارفة. أنت ما سامعش؟ نعم نعرف والله ما
الشعب.